بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض الليسن نمبر 1 في يونت نمبر 4. كنا بدأنا في الفيديو اللي فات وكلمنا على الميوسيس او سوري ميتوسيس ديفيجن، وقلنا ان الميتوسيس ديفيجن هو عبارة عن ديفيجن بيحصل في الريبرودكتيف او سوري في السوماتيك سيل، وخلال خلال عمليه الديفيجن دي بيتم ايه؟ بيتم ان السيل نفسها بتتحول لاتنين سيل شبهها بالظبط. انا عندي السيل اهي، وادي النيوكليس عاديه خالص، ادي النيوكليس في النص خلاص. النيوكليس دي بيحصل شرينكينج للممبرين بتاعها، وتبتدي السبيندل فايبرز تتكون خلاص، وياخد زي ما احنا شفنا الكروموسوم سهي بتقف على السبيندل فايبرز، وتبتدي في مرحله الميتافيز. في مرحله الميتافيز يحصل ان الكروموسومز ارينجد ان ذا ايكويتور، بتقف على الايكويتور، وتبتدي بعد كده تتقسم وتكون لي تو ايدنتيكال ايه، تو ايدنتيكال سيل. يبقى انا بدات بسيل واحده وانتهيت بايه، وانتهيت باتنين سيل شبه بعض عن طريق ان الكروموسومز ار ارينجد at the equator and then split it in the anaphase and at telophase it give complete to identical A, identical cells. تعالوا بقى نتكلم على الميوسيس. والميوسيس هو اللي فيه تفكير شوي. اولا يعني ايه ميوسيس؟ هو انقسام عادي خالص، بس ان السوماتيك سيل اللي هي فيها 46 كروموسوم دي هنا بقى ما بتتقسمش بقى لواحده شبهها بالظبط، لان هي لو اتقسمت لسيل شبهها بالظبط او اتقسمت لاتنين سيل بكل بساطه هي كده هتمشي بالميتوتيك. لا، انا هنا شغال ميوسيس. في الميوسيس انا بطلع ريبرودكتيف سيل. انا بطلع ايه؟ انا بحول السوماتيك سيل لريبرودكتيف سيل. يعني ايه ريبرودكتيف سيل؟ يعني سيل هيستخدمها الانسان بعد كده في عمليه الريبرودكشن، زي الميل جاميتس والفيميل جاميتس. طيب الميوسيس عباره عن تو ستيجز، نوع اسمه فيرست مايوتيك ونوع اسمه سكند مايوتيك. طيب تعالوا نبص على الفيرست مايوتيك، وبيحصل حاجه هنا اسمها ديفيجن برضو ميتوتيكلي عادي خالص. ولكن الجزء الاهم قبل ما نشرح الميوسيس، تعالوا نتعرف على حاجه اسمها كروسنج اوفر فينومينال، اللي ما فيش امتحان في الكون ما تلاقيش فيه الجزء ده. انا يهمني انك تعرف في النقطه دي بتاعه الميوسيس الكروسنج اوفر ده. يعني انت لو مش مذاكر الميوسيس خالص، الميوسيس اصلا ما فيهوش حاجه، الميوسيس هو الميتوسيس، بس يفرق حته الكروسنج اوفر دي. في حاجة اسمها كروسنج اوفر. لو انت بصيت للميتوتيك، فالميتوتيك كان بيديني الخلية او السيل فيها مجموعة من الكروموسومز، الكروموسومز بيحصل لها دابلينج، ويبتدوا بعد ما حصلهم دابلينج يتقسموا تاني فنفس العدد ونفس الشكل. انما اللي بيميز الميتوتيك او الميوسيس اللي هما النوع التاني، ان بيحصل حاجه اسمها كروزنج اوفر. خلي بالك ان انا محتاج الميوسيس ده في ايه؟ محتاج الميوسيس عشان اطلع ريبرودكتيف. والريبرودكتيف يعني ايه؟ يعني سيكشوال، يعني تكاثر هيطلع لي جينات مختلفه. انا عاوز اطلع جينات مختلفه، والا الخليه اللي انا هطلعها، الخليه اللي هي هقدر استخدمها بعد كده في عمليه التكاثر دي هتبقى متشابهه. لو هي بتطلع نفس الشكل يبقى البيرنت هيخلف نفس الشكل من ولاده. يعني هتلاقي البيبي اللي طالع نفس شكل ابوه او نفس شكل امه بالظبط، يعني هي مفيش اي اختلاف. لا طبعا، لازم يحصل عمليه اكستشينج في الجينيتك ماتيريالز. يعني ايه؟ الراجل ده مثلا شعره اسود، ويعني واحد شعره اسود واتجوز مثلا واحده تانية شعرها مثلا مثلا اصفر مثلا، لازم يحصل اكستشينج في الجينز دي ويطلع البيبي يعني مختلف شويه عنهم.
والا لو طلع نفس شكل ابوه بالظبط هنعرف ازاي الاب ابن ابنه، يعني هتلاقي نفس الشكل. فعموما عموما الانسان نفسه بيقسم وهو بينتج الريبرودكتيف سيل بتاعته، كل ريبرودكتيف سيل مختلفه عن الثانيه بسبب حاجه اسمها كروسنج اوفر فينومينا. الكروموسومات نفسها ال 46 كروموسومز بتوع الانسان دول نفسه بيتقسموا او بيختلطوا ببعضهم، جزء من ده بيروح لده وجزء من ده بيروح لده. طيب انا بمهد لكم بس المعلومه معينه هوصلكم ليها. كل ده انا بتكلم على الميوسيس ديفيجن. الميوسيس ديفيجن عباره عن نوعين او جواه في تقسيمتين. التقسيمه الاولى اسمها فيرست ميتوتيك ديفيجن، والنوع الثاني اسمه سكند ميتوتيك ديفيجن. الكروسنج اوفر اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي بيحصل في البروفيز 1. بيحصل فين؟ في البروفيز 1. طيب بيحصل ان برضو بيحصل في انترفيس في الاول زي ما شرحنا في الدرس في الجزء الاولاني، وقلنا ان الجينيتك ماتيريالز ار دبلد، وبيحصل ان الكروموسومز برضو بيحصل ارينج ان ذا سيل اكويتور. بس هنا لازم تفهم ان الكروموسومز مش كل كروموسوم بيقف مع نفسه، كل فور كروماتيدز بيقفوا مع بعض اند كولد تترات. لازم تفهم ان في الميتوتيك انت كنت كل كروموسوم كده مع نفسه، في حاله الميتوتيك كل دبل من الكروموسومز واقفين مع بعض، كل اتنين بيرز من الكروموسومات واقفين مع بعض، يعني مش كل واحد لوحده كده زي ما كان بيحصل فيه، لا هنا كل اتنين واقفين مع بعض. يبقى انا لما اعمل ديفيجن كل كروموسوم هيروح مع نفسه. هنفهم الكلام ده اكتر لو جينا شفنا الانيميشن ده. ركزوا معايا، ادي سيل. السيل دي حصل ايه؟ انا عندي جينيتك ماتيريال عادية اهي. الجينيتك ماتيريال اتقسمت لايه بقى؟ خد بالك ان هي اتقسمت لكروموسومات، بس كل اتنين وقفوا مع بعض. لو ترجع تاني للميوتيك، تعال نرجع تاني سوري للميتوتيك، بص في الميتوتيك كل واحد واقف لوحده، كل واحد واقف ايه لوحده. يبقى انا لما قسمت ال 46 قسمتهم ل 46 كروماتيد و 46 كروماتيد ومفيش اي مشكله، انما انا وانا شغال في الميوتيك انا شغال على كل دبل واقفين مع بعض، كل اتنين واقفين مع بعض. وبيحصل في بيحصل ايه بقى؟ خد بالك ايه اللي حصل. اللي حصل اكستشينج بعد ما وقفوا مع بعض كده، حصل اكستشينج في الماتيريال. بصوا كروسنج ايه اوفر اهو، اول ما يجيب لك كروسنج اوفر ركز اهو بيحصل ايه، ان جزء من الاسود بيروح للاصفر وجزء من الاصفر يروح للاسود ويقفوا تاني على الاكويتر في الميتافيز ويحصل سيباريشن. بس لما حصل سيباريشن حصل سيباريشن للكروموسوم نفسه، يعني هما الاثنين الكروموسومين اللي واقفين مع بعض دول لما تقسموا كل واحد راح ايه راح في حته. ده في ايه ده في عمليه الايه الميوسيس 1 بيحصل ان الكروموسوم سايب تقسم خلاص بقى عندي ايه تو سيل، وايه والكروموسوم دي كل واحده فيهم بعد كده تبتدي تقسم لايه لسيل تاني. يبقى بدات بايه بسيل واحده انتهيت بايه بفور سيلز. كل ده هشرحه لكم بالتفصيل. يبقى انا عندي مرحلتين، الفيرست مايوتيك والسكند مايوتيك عاديه خالص، وبيحصل عمليه الاكستشينج اللي هي كروسنج اوفر اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هي الكروسنج اوفر دي اللي انتوا خدتوا بالكم منها ان الجينز اتلخبطت، حصل اكستشينج في الجينز، عشان كده في الريبرودكتيف سيل بيطلع سيلز مختلفه خالص عن الايه عن الايه الاب والايه والام. طيب ادي بيحصل عمليه الايه الايكويتر اهو، وفصل
الكروموسومس عن ايه عن بعضها، وتبتدي هي كمان بقى تبتدي ايه تتقسم في السكند ايه السكند فيز. اللي يهمني بقى من الميوسيس، انا عارف ان الميوسيس اصلا يعني كبير شويه في الـ في الـ في الفهم بتاعه، وراعوا برضو ان انا على ويب او في فيديو، فمش عارف ارسمها لكم على البورد واشرحها لكم كويس، بس يعني خلونا نعرف يعني ايه كروسنج اوفر فينومينا at the end of brew phase 1. يبقى انا الكروسنج اوفر بتحصل فين؟ بتحصل في البرو فيز 1. some parts of two inner chromatids are of each tetrad are exchanged. او ما تشوف الامتحان كلمه exchanged يبقى انا بكلمها في الكروسنج اوفر to produce new genetic arrangement. طيب يبقى الديفينيشن الاهم بقى في النقطه بتاعت الميوسيس، انا اللي يهمني ده بقى كروسنج اوفر اتس ا فينومينن ذات تيك بليس ات ذا اند اوف برو فيز 1. لازم تفهم ان هي ات ذا اند اوف برو فيز 1 ان ويتش سام بارتس اوف انر كروماتيد ار اوف ايتش تتراد ار اكسشينجد تو برودوس جينيتيك اي نيو جينيتيك ارينجمنت. في السكند مايوتيك برضو الايه نفس الكلام هيتقسم تاني. ده ريفيجن سريع كده او كومباريزن سريع ما بين الميتوتيك او الميتوسيس والميوسيس. اولا مهم جدا انك تحفظ التيبل ده، لازم تكتبه في كشكول بره ولازم تهتم بيه، لان بيجي دايما في الامتحان يقول لي كومبير بين ميتوسيس اند ميوسيس ديبندنج اون او اكوردنج تو ذا لوكيشن اوف ايتش وان اوف ذم. هنا اوكير ان ذا ان اول سوماتيك سيل، هنا اوكير اونلي ان ريبرودكتيف اي سيل اللي هي 6 اي سيل. الامبورتنس هنا جروث اوف ليفنج اورجانيزم كومبنسيشن اند كومبليتينج سيكشوال ريبرودكشن. هنا فورمينج ذا جاميت سيل اللي هي سبيرم اند اوفا ريزلتنج سيل. هنا تو سيلز ار برودوسد ايتش اوف ذم او ايتش سيل كونتين كومبليت نمبر اوف جينيتيك ماتيريال اللي هي 2n. هنا 4 سيلز بيطلع 4 سيلز وكل واحده فيهم فيها اي ام. يعني دي الجزء اللي فاضل ده جزء مش مهم قوي ان انتوا تكونوا عارفينه. انا اللي يهمني دلوقتي ان انت عندك سيل ديفيجن، والسيل ديفيجن ده نوعين الميتوتيك والميوسيس. اتمنى ان انت تتفرج على البارت نمبر 1 وتتابعه كويس جدا. ان شاء الله يكون في ليسن نمبر 2 برضو في يونت نمبر 2، ويكون في ريفيجن كويسه جدا هتفيدكم باذن الله وانتم شغالين في حلول الامتحانات. اي حد عنده سؤال او اي حاجه يبعت لي على الواتساب، وان شاء الله نكون مع بعض دايما. كنت معكم مستر احمد الباشا، ونتقابل ان شاء الله في فيديو او في فيديوهات تانية كتير. باي باي.